بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان. اليوم حتكلم عن مساعدات كينج شوك من شركة ار سي فورود لدعم الابجريد لموديلات الار سي كار، وهذا الديزاين خاص بالسيكستين ولكل موديلات الكراولر اللي بتركب مساعدات بتكون نحيفة وفي نفس الوقت بهذا الطول. طبعا مساعدات روعة جدا جدا، وهي مأخوذة الفكرة من المساعدات الحقيقية زي ما تشوفوا يا اخوان. هذه واحد من نفس شركة كينج شوك بيشرح نوعية المساعدات اللي راكبة على الانواع كلها. طبعا زي ما انتم شايفين هذه مساعدات حقيقية للسيارات الخاصة بالاحتفالات والمهرجانات حقت الكراولر الخاصة بأمريكا وغيرها من الدول، وبتستخدم طبعا المساعدات هذه لسيارات حقيقية كثيرة تانية رياضية وخاصة. طبعا مساعدات الكينج شوك جدا روعة جدا روعة يا اخوان، بس في نقطة واحدة يعني انتبهوا لها، لو ما تركبوها بس كذا لازم تزود نسبة بسيطة في الزيت. هو طبعا الزيت فيها نقطة أو حاجة بسيطة، تزودها كمان شوية مو كثير عشان ما يختلف عليك مرونة المساعد. وفي نفس الوقت لو حتلاحظوا يا اخوان هنا في تقدر تفك القطعة هذه من هنا، وزي ما انتم شايفين تفك القطعة الزرقاء هذه وتخرج واحد من الربل، او اللي زي ما انتم شايفينه اللي لونه احمر او اورانج تحت، لانه هنا مركبة قطعتين. فانت تفك واحدة على اساس يكون المساعد بهذه المرونة. لو انت مركب القطعتين نفسها الربل الاحمر هذا او الاورنج مركبه هنا القطعتين، حيكون المساعد عليك ثقيل جدا 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 وما حيكون مرن، وحتستغرب من اداء مساعدات كينج شوك اللي بتشوفها على مقاطع على اليوتيوب قديش مرنه. فهذه نقطة مهمة جدا أنبهكم منها يا إخوان، إنه المساعد تحط له زيت شوية، ما حتى ما توصل الربع، بس إنه يكفي لمرونة البستم البلاستيك الداخلي. وبالنسبة للربل هذا لازم تفكها، لأنه الاثنين لما تكون راكبة مع بعض بيكون المساعد حركته تقيل جدا جدا ويمكن تحس إنه مصلب. لكن فك واحد من الربل هذه وحطها تحت، شايفين كيف سهل جدا حتى فكه المساعد. خليها تحت عشان لما ينضغط المساعد بهذا الشكل يصير الارتطام الألمنيوم في بينهم قطعة ربل تمتص الاصطدام. هذه أنا يعني حطيتها من عندي، وأتوقع إنه في ناس حتى مؤلفين، في ناس يعني في ناس مبدعين طبعا جدا في مرونة ديزاين الار سي كار الخاص فيهم بالكراولر. تحياتي، أخوكم ياسر بجهوم. هذه نقطة مهمة جدا انتبهوا لها يا إخوان، مساعدات الكراولر ما بتكون مليانة زيت، بتكون الزيت فيها قليل، لأنه الزيت لو زاد فيها بيضغط ضغط عالي على المرونة هذه، ما حتكون إلا بنسبة بسيطة من الزيت في المساعدات، زائد إنه يكون المساعد طويل. وإذا تقدر تركب قطعة ألمنيوم أطول من كذا حيكون المرونة أكثر وأكثر وأكثر. فمرونة مساعدات الكراولر يا أخوان تعتمد على طول المساعد، الزيت قليل، المساعد تخليه يكون مرن، شايفين المرونة اللي فيها المساعد بشكل غير طبيعي عشان يتحسس المنطقة اللي ماشي عليها في الأرض إذا فيها مرتفعات أو نزول، فبيكون استجابة سريعة للأداء على الأرض. زي ما أنتم شايفين لو كان المساعد ثقيل جدا كان ممكن ينقلب بسهولة ولا حيكون أداؤه مرن على الإطلاق. وبس حبيت أوضح لكم النقطة هذه جد مهمة جدا، انتبهوا لها يا إخوان. شايفين درجة المرونة لمساعدات كينج شوك من شركة ار سي فورود، روعة المرونة، روعة جدا جدا، مرن المساعد بشكل غير طبيعي، وأداء الموديل اختلف تماما بعد تركيب المساعدات.
في نقاط مهمة جدا يا أخوان لازم تنتبهوا لها، عملية التطوير للأداء الأفضل، وكل واحد طبعا على حسب رغبته. تحياتي، أخوكم ياسر باجهموم.